إذن لمزيد من المتابعة بشأن أهمية الأوقاف وكيفية التعامل معها وما تتعرض له في العراق حاليا، معنا هاتفيا من اسطنبول المستشار السابق في الوقف السني الدكتور هشام الصميدعي. مرحبا بكم دكتور هشام. إذن انطلقت اليوم أعمال المؤتمر العلمي الخامس الذي تنظمه هيئة علماء المسلمين في العراق وما كان بشأن الأوقاف في العراق عموما، كيف ترى أهمية الأوقاف العراقية على الرغم من كل هذه التعديلات التي طرأت على القوانين المنظمة لها بعد عام 2003 وحتى الآن؟ حياك الله أخي الحبيب، بارك الله فيك وبجهودكم وجزاكم الله ألف خير على هذه الالتفات القيمة المهمة الكبيرة التي لا يقوم بها إلا صاحب الغيرة على دينه ووطنه وأموال الله والأوقاف. الأوقاف تحتاج اليوم إلى أهل الأمانة والغيرة والتقوى والقوة والشجاعة من أجل الحفاظ على الأقل على ما تبقى، لأن بعد 2003 بعد احتلال العراق قام الاحتلال بتقسيم العراق على أساس طائفي من خلال الدستور المشوه من أجل تمزيق العراق على أساس طائفي ومذهبي وقومي وحزبي، وبهذا تقسمت الأوقاف، وبالإضافة إلى التلاعب بالسجلات التسجيل العقاري من قبل الفاسدين، حيث عملت أنا مستشارا لشؤون الاستثمار، ومن خلال عملي عثرت بواسطة أحد الأخوة على الكثير من العقارات تم تزويرها وتحويلها باسم أشخاص بأسماء أشخاص وجهات، والأراضي التي تم تثبيتها بحدود 3500 دونم تصل قيمتها بالحد الأدنى ما لا يقل عن 3500 مليار دينار عراقي. نعم. هذه الأراضي والعقارات في منطقة العطيفية والكاظمية والتاجي والتاجيات وسبع بكار والأعظمية فقط في هذه المنطقة، وتم إبلاغنا بوجود عدد كبير من العقارات في بغداد، في مناطق كثيرة في بغداد، المنصورة، الكرادة، الجامعة، الداودي، الدورة، يعني مناطق كثيرة في بغداد تم الاستيلاء عليها بطرق يعني تزوير وتغيير جنس العقار، ولضعف المتابعة ووجود عدد أيضا من الفاسدين الذين لا زالوا يعملون في الوقف لحد الآن، قسم منهم هم الذين قاموا بتزوير العقارات وبيعها لا زالوا يعملون في ديوان الوقف. وأنا من خلال عملي اتصلت بكل رؤساء الديوان الذين جاءوا بعد أن الدكتور سعد كنبش رحمه الله تعالى، هذا الرجل هو الذي كان يدعمنا دعم قوي في سبيل إعادة العقارات إلى الوقف إلى الأوقاف، وتم إعادة عدد من العقارات، ولحد الآن تم تثبيت تقريبا 150 عقارا تم تثبيتها بأنه تم التلاعب بها من خلال سجلات التسجيل العقاري في الكاظمية. تم تثبيت ذلك يعني. إذن يعني هذه القوانين كما تفضلتم يعني كانت قوانين غير قانونية وغير شرعية بالضد من الأوقاف السنية، وقد تمت في ظل عمليات استيلاء وبيع
التي تشهدها، وكما تفضلتم وقد وصفها أهل الاختصاص أيضا بأنها غير قانونية. من المسؤول عن كل ما حصل من عن حماية تلك الأوقاف ومن الاستيلاء عليها وتغيير ملكيتها؟ من المسؤول وكيف يمكن محاسبته في يوم ما برأيكم؟ والله يا أخي الحبيب، المسؤول الأول هو الذي احتل العراق. نعم. المفروض الذي احتل العراق هو الذي يتحمل مسؤولية كل الأضرار التي حصلت. أخي الحبيب، اليوم ليست فقط أراضي الوقف هي يعني المسلوبة والمغتصبة والتي تم التلاعب بها. آلاف والعشرات الألوف من العقارات تم السيطرة عليها بطرق تزوير، يعني تزوير كبير جدا، بحيث تم تغيير السجلات في التسجيل العقاري القديم التي فيها تثبيت الحجج الوقفية للحاج نعمان الباتشي رحمه الله تعالى، الذي أوقف الكثير من الأراضي والعقارات للوقف. هذا الرجل رحمه الله تعالى، لا يعني الأراضي التي تم وقفها كلها تم تحويلها بأسماء أشخاص وجهات وتم السيطرة عليها. طيب. ولدي تفصيل كامل وأوراق رسمية من المحاكم ومن وزارة العدل ومن تسجيل العقاري وما حتى من الديوان، خاطبت قسم الموقوفة وقسم الزراعية وقسم الملحق التي فيها جميع الأراضي التي وقفت منذ فترة كبيرة إلى الديوان. نعم. فأجابوني بكتاب رسمي بأن هذه العقارات لم نجد لها أثرا في سجلاتنا. يعني تصور بأنه حتى هذه مرفوعة من سجلات الديوان. نعم. ما لها أثر بالديوان. يعني نعم. هذا الإجرام الرأس الأول الذي يتحمله هو رئيس الديوان. نعم. لأنه هو الرجل، وأنا عرضت عليه الموضوع وتم الشرح المفصل له، ولكن الظاهر يعني ما لم أستطع أن يعني أعرف، لا أكو تواطؤ منه مع الفاسدي. هذا الرجل أكو تواطؤ منه كبير. لأن شرحت له وأتيت له بالسندات التي تؤيد تزوير العقارات وقيام مدير عام صندوق الزكاة الذي كان في حينها هو مدير عام هيئة الاستثمار، قام بتزوير عدد كبير من العقارات وبيعها. وأخي الحبيب، التفاتة جدا مهمة، يعني هذا في سنة 2015، نهاية 2014، تم حرق هيئة استثمار أموال الوقف السني في منطقة الأعظمية، الدائرة الكبيرة التي فيها آلاف مؤلفة من الملفات. يعني أنا دائما أكرر وأقول، إذا استثمرت أموال الأوقاف بالشكل الصحيح ومن أيادي أمينة وقوية، يشهد الله وأنا مسؤول أمام الله، لم يبقى فقيرا في العراق. إذا المخطط كبير كما تفضلت بإحراق هيئة الاستثمار. ولكن ننتقل أيضا إلى حادثة قريبة يعني تناولها الرأي العام العراقي وحتى العربي، هي حادثة الجامع السراجي. يعني حتى كما يقول الوقف السني أخلى مسؤوليته من هدم جامع السراجي بحسب ادعائه، بذريعة أنه الأمر قد جرى خلافا للاتفاق. ولكن أليس من المفترض أن يكون هناك تحرك؟ هذا الكلام، نعم. مع آسف على المقاطعة، تفضل. نعم.
هذا الكلام كذب وبهتان، لأن إحنا لدينا أدلة وشهود وحقائق بأن خمس دوانم حتى الشارع الذي يتم أمام الذي يعني أمام الجامع السراجي هو وقف. نعم. هذه ما حد اتطرق لها، لأنه يعني حتى لا يعني يلبسون التهمة. هو خمس دوانم مع الجامع وقف. نعم. للأوقاف. وقف من 300 سنة موقوفة. كيف يتم التلاعب بأراضي موقوفة؟ هذا موقوفة لله، لا يجوز بيعها ولا يجوز تغييرها إلا بمجلس شورى القرار حكم صادق عليه رئيس الجمهورية. يلا يتم التلاعب يتم إبدالها، إذا يتم إبدالها لازم تكون إبدال للأفضل. يعني هذه أمور شرعية، ما بيها يعني مسائل يجون المزورين ويجون يعني ناس. أخي الحبيب، اليوم أنا دائما أقول الشاعر يقول: لا يصلح الناس فوضى لا ثرات لهم ولا ثرات إذا جهالهم سادوا. القاضي عبد الرحمن في القرن الثالث الهجري يقول أبيات تكتب بماء الذهب. نعم. يقول: متى تصل الركاب إلى ارتواء وقد طلب السقاية بالوكاية؟ ومن يثني الأصاغر عن مراد إذا جلس الأكابر في الزوايا؟ نعم. إذا استوت الأسافل والأعالي فقد وجبت ملاقات المنايا. يقول: أعلى ما يصل له الفساد في تذكيرهم في ذلك الوقت أن يتساوى الأسافل مع الأعالي. فكيف بنا اليوم؟ نعم. فكيف بنا اليوم وقد تمكن الأسافل من الأعالي؟ لا يعني الوقف، إذا صلح الوقف صلح العراق. صحيح. نعم. أفسادة الفوضى إذن كما تفضلت. حبيب عليه الصلاة والسلام يقول: اثنان إذا صلح صلحت الأمة. نعم. وإذا فسدت الأمة، العلماء والأمراء. نعم. وإذا كان العلماء مصلحون وفسد الأمراء يهلك الله الأمراء بصدق دعاء العلماء. نعم. هذه سنة كونية عبر التاريخ. نعم. الظالم إذا كان العالم مصلح، ولهذا رب العزة يقول: وما كان ربك ليهلك القرى بظلم وأهلها مصلحون. نعم. ولكن قد تهلك القرى إذا كان أهلها فقط صالحون إذا كثر الخبث. نعم. لما سئل الحبيب عليه الصلاة والسلام قالوا: يا رسول الله، أنهلك وفينا الصالحون؟ قال: نعم، إذا كثر الخبث. فأنا باسمكم وباسم جميع أحرار العراق وغيار العراق أتقدم بالشكر الجزيل والعرفان الجميل إلى هيئة علماء المسلمين بكل من يعمل فيها. أسأل الله تعالى أن يثبتني ويثبتكم جميعا بالقول الثابت في الحياة الدنيا وفي الآخرة. آمين. لأني دائما أقول إذا استلمت أيادي أمينة للوقف يشهد الله، يقوم الوقف بإقراض الدولة من كثر الإيرادات التي ستصل إلى الوقف. نعم. دكتور هشام الصميدعي، بارك الله فيكم، إذن المستشار السابق في الوقف السني، شكرا جزيلا لكم مرة أخرى.